صباح الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا بكل متابعيني واصدقائي وحبايبي على منصات السوشيال ميديا سواء كان على اليوتيوب او على الفيسبوك. اعرفكم بحضراتكم، انا احمد ابو ضيفي، فني اعمال صحيه. النهارده دي تركيبه بسيطه حابب اوضح حضراتكم او احطها امام اعين حضراتكم، عشان بس التركات والتفاصيل دي مهمه جدا لحضرتك. انا بحاول انقول لك واعيشك معايا في المشكله واديك الحل بتاعها والطريقه السليمه للتنفيذ عشان يبقى صفر مشاكل يا فندم. فاتمنى من حضراتكم الفيديو صغير، تمام؟ انا بخلي الفيديوهات الصغيره مفصوله عن بعض عشان خاطر حضرتك تاخد المعلومه واحده واحده، ما ينفعش اديك المعلومه مره واحده، حضرتك هتمل، حضرتك دماغك هتضرب، لانه السباكه عالم شيق وكله اسرار وعليه تكتيم اعلامي. احنا فاحنا عاوزين نحل اللغز ده ونخلي كل حاجه ظاهره للجمهور بتاعنا عشان يبقى فيه مصداقيه ويبقى فيه جدوى من المتابعه بتاعتنا ويبقى فيه هدف وفيديوهاتنا تكون هادفه ان شاء الله والكل يتابعنا. بص حضرتك، بنعمل حته العجينه السحريه بتاعتنا اللي بتغنينا من مشاكل كتير خالص، الا وهي الاسمنت الابيض زي ما شايفه كده. بنخليها دي مش حلاوه طحينيه ولا حاجه، لا ده اسمنت ابيض. انا بس بهزر كده مع حضراتكم، طبعا انتوا حبايبي. عندنا كده احنا حلينا خلاص مشكله السنتريك وحلينا مشكله الخلاط، كل الحاجات دي ترجع عليها للصفحه والقناه عشان بس ما نطيلش مده الفيديو. دلوقتي مشكلتنا في ايه؟ ان احنا نامن نقوي عامل الامان بالنسبه للخلاط والتسريب، عشان لو حصل تسريب من السنتريك تاكل حصل فيه ثقب ايا كان، كل شيء وارد، كل حاجه لها عمر افتراضي، حتى لو كان سين اعلى واعلى كواليتي واعلى جوده عاملاها شركه معينه مثلا، لازم يبقى فيها نسبه خطا، تمام؟ واي تدخل بشري فيه نسبه خطا. حركاتك يا تركاتك يا جمالك يا ابو ضيفي. بص حضرتك، السنتريك ده بعد ما ظبطناه والخلاط هيركب، بنعمل ايه؟ بناء اول حاجه وجعلنا من الماء كل شيء حي، جبنا شويه ميه رشيناها. بص ده اثار الميه، بص ده اثار الميه مصداقيه ليا يعني. بص ده اثار الميه اهي الميه اهي، انا رشيت المكان. همسك العجينه بتاعتي اهي، لان هخليها طريه جامد ولا هخليها ماسكه كده، هخليها وسط كانها ملبن. بص يا حلاوتك يا جمالك، بص حاجه بسيطه خالص. بص طبعا انا كنت ماخذ صوره للوضع اللي كان عليه المين الاسمنت اللي معمول، كان معمول اي كلام. بص معمول اي كلام فعلا. بص لكن كده انا بحلقم واخد بالك ومشغل ايه بايدي. اي نعم انا مش لابس الجوانتي بتاعي وكده يعني، بس مش مشكله يعني، اهم حاجه الحاجه تتعمل ايه صح ونوصل المعلومه لحضراتكم. فانا عشان كده حابب تفاعل كبير من حضراتكم. التركايه دي تابع معايا لنهايه الفيديو، الحاجه دي يعني بص مفيدة جدا لحضرتك. ايه اللي هنستفاده من القصة دي؟ ان احنا لو في اي خلل او اي تسريب في او ميه جيت احنا ست البيت بتغسل خلاط، ميه جت وقعت ورا ولا حاجه كده، انت حضرتك الاسمنت الابيض ده وظيفته انه بيخرج لك الميه ايه لبره، بيسهل عليك عمليه الكشف اثناء لو في تسريب ولا كده، بتيجي انت بكل سهوله. اي فني اي سباك بيعرف انه في مشكله هنا. ليه؟ لان هي بتسيب دليل، مفيش حاجه من غير دليل. فالمعمل الجنائي في المشاكل اللي احنا عارفينها طبعا بياخد بصمه وبصمات وكده، وبيبقى المعمل الجنائي والطبيب الشرعي وكده. احنا زي القصه دي بنعمل دوله كده عشان خاطر لو في مشكله عندنا، تمام؟ لو في مشكله عندنا بتظهر بسبب ان احنا ايه الالفطه اللي احنا بنعملها دي كده حوالين الاسمنت، تمام؟ انا بظبط الدنيا كده، بس انا بحاول ان انا وفي حته شويه ناشفين برضو انا بتك عليهم عشان ما تبقاش فيهم سوسه، يبقوا خدوا وضعهم صح، تمام؟ حد ما عملت الاسمنت الابيض عرفت ان هو وظيفته اول بيقوي لي السنتريك، زائد معلش يكون كل التصوير بيتحرك معايا عشان بحرك ايدي. خلاص كده انا دي بالنسبه لي ايه ركب. الاسمنت ده وظيفته انه لو في اي رش هيحصل جوه حضرتك هيخرج لبره، يعمل لي خيط كده يسيب الدليل زي المعمل الجنائي، هيجي يقول لك التسريب عندك هنا اهو، يبقى دي من جلبه او من السنتريك، تمام؟ بحيث ان احنا ما نكسرش بقى الحمام، لانه ممكن تنقص حمام بشويه اسمنت ابيض تعملهم زي كده، بحيث لو حصل فيه خلل يظهر معاك بره. ودي بتيجي اهميه مين؟ اهميه شويه الاسمنت الابيض، القفشات والحركات والتفاصيل والتركات الجميله بتاعتنا دي. خلاص انا كده هبتدي اربط بقى الوش بتاعي، وممكن الوش بتاعي ده ممكن اعبيه كمان اسمنت بحيث ان هو يكفل معايا مثلا حاجه عامل زي كده حضرتك. فطبعا انا متاسف عشان بس ماسك التليفون بايد واحده والراجل اللي معايا راح يجيب حاجه من بره وكده يعني، فانا باجي ايه بالطريقه دي كده بملى الوش.